السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله اخواتي غادي نقدم لكم واحد الطبق جديد بزاف. ما تنساوش يعجبكم الفيديو ديروا لايك اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهذه الوصفه اخواتي غادي نحتاجوا على بركه الله صدر ديال الدجاج اولا ديال الديك الرومي او لا دان، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار اللي كتاخذوه. انا عندي هنا الدجاج خديته قطعته اصابع بهذا الشكل باش يسهل عليكم التقطع ديالو. فكنصحكم اخواتي توضعوه نص ساعه في المجمد، ديك الساعه كتجبدوا كتقطعوه بسهوله. غادي نحتاجوا كذلك بالنسبه لهذا الصدر اخواتي ديال الدجاج، فانا عصرت عليه نص راس ديال البصله. كتاخذوا البصله كتحكوها كتاخذوا فقط الماء ديالها وكتخويوه كيف ما كتلاحظوا انا راني كاين عندي هنايا خويته على الدجاج رقدته فيه. غادي نحتاجوا هنايا شويه تاع الملحه، واحد الريس ديال الثوم محكوك، القليل من الاعشاب المنسمه. الاعشاب هنايا درت فيها شويه ديال الازير، سبق لي حضرتها معكم، فيها ازير فيها الزعتر والزعتره وورق سيدنا موسى. هنايا عندنا شويه ديال الفلفل الحار يعني تحميره السودانيه، وعندي شويه ديال التحميره حلوه هنايا مع شويه ديال قزبر يابس مطحون. هادو هما المكونات. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. هنا كناخذ هاد الدجاج تنضيف عليه شويه ديال التحميره، قزبر يابس مطحون. القزبر يابس مطحون كيمشي مع الدجاج بزاف بزاف، سيرتو الدجاج مشوي ولا راه تيجي معاه رائع، نصحكم تجربوا. عندي شويه ديال السودانيه اولا الشطه كيف ما تيسميوها في الدول العربيه، شويه الملح. انا كتلاحظوا ما غاديش نكثر الملحه لان غادي نستعمل واحد الخلطه ديال البيض غتكون فيها لا مطرد ولا مطرد مالحه. داك الضريس تاع الثومه المحكوك، الا عندكم الثومه غبره يمكن لكم ديروا ثومه غبره، انا ما عنديش وانا كنفضلها صراحه. لا الثومه غبره كتجي احسن مع هذا الدجاج. غادي نحط لك بحال هكا. بسم الله المكونات كلها غادي نحركها. هنا تنحركو. غير واحد النصيحه اللي يستعملوا لاداندا ولا يستعملوا يعني الديك الرومي، كننصحكم تقويو شويه العطريه لان لاداند كيبغي العطريه، كيبغي العطريه مزيان ماشي بحال الدجاج عادي. صافي هنا غادي نخليه. دابا كتلاحظوا انا ما درتش الاعشاب، الاعشاب ما غادي نضيفهم حتى كنبغي نضيف الخلطه ديال البيض الى غير ذلك باش هكا يبقاو يعطيونا المذاق ديالهم. هنا بالنسبه للخلطه اللي غادي نضيفوا للدجاج فيها جوج حبات ديال البيض. بالنسبه للبيض راه كيبقى على حسب الكميه، مثلا انا مستعمله واحد 300 ولا 400 غرام ديال الدجاج، غادي ندير جوج بيضات. نتوما الا كنتو غادي ديروا واحد الكميه اللي كثيره فديروا ثلاثه حتى اربعه البيضات. عندي شويه ديال درت لي شويه ديال الفلفل الاسود ولا شويه ديال الابزار. غادي ندير معلقه كبيره ديال الليمون وغادي ندير واحد القبيصه ديال الملح كيف قلنا. غادي ندير واحد المعلقه معقوله ديال الليمون، شويه ديال الملحه ما نكثرش. غادي نخلط هاد المكونات كلها وغادي نضيفها للدجاج. هنا من بعد ما ضفت الاعشاب للدجاج غادي نضيف على بركه الله هاد الخليط ديال البيض ولا موطاط. صافي غادي نخلط فيه الدجاج وغادي دابا نقطرو وندوزو في الشابلير أو الخبز المحمص. اللي ما عندوش خبز محمص يدوزو في الدقيق ويقليه. هنا كما كتلاحظوا هذاك الخليط ديال البيض اللي زدناه هنايا بالنسبه للشابلير أو الخبز المحمص، فانا ضفت ليه واحد الاعشاب منسمه كتبع يعني كتبع جاهزه. فاشنو فيها؟ فيها معدنوس وفيها بصله وفيها الثومه غبره، هادو كيتباعوا يعني مجففين. زدتهم انايا هنايا في هذا الشابلير وكيبقى لكم نتوما الاختيار، ماشي زعما شي حاجه اللي هي ضروريه. غادي نحرك بحال هكا صافي وغادي نبدا يعني غادي ندير علبه. انا درت علبه وانتم ديروا بلاستيك غذائي كيسهل فيه انهم يتلبس الدجاج كيتلبس بهذا الخبز المحمص. غادي نسدها وغادي نحركها مزيان صافي غادي نبدا نقلي. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي خلطنا هذا الخليط. دابا غادي نبداو نهزو في الدجاج ديالنا ونبداو نقليو. الزيت راه عندي سخون نبداو نقليو على بركه الله. هنا كتكون الزيت سخون هنا كنبداو نقليو الدجاج ديالنا. بالنسبه لهاد البطاطا غادي نحتاجو لها على بركه الله بطاطا مسلوقه مقطعه. الا كانت هذيك البطاطا الصغيره كتكون احسن، كتجي فيها هاد الوصفه زوينه. غير سلقوها بالقشره ديالها ونقيوها ديك اللي كتكون صغيره، سينا كتقطعو بطاطا كبيره كتسلقوها مع شويه ديال الملحه. عندي معلقه ديال الموطرد يعني ولا الخردل، عندي معلقه ديال المعدنوس كبيره مقطعه رقيق، شويه الملحه، زيت الزيتون واحد جوج معالق تقريبا، ضريس ديال الثومه مقطع رقيق، ومعلقه ديال الزبده. ندوز على بركه الله الطريقه تحضير.
كناخذوا مقله كنضعوا فيها جميع المكونات اللي عندنا بما فيهم المعدنوس الثومه الزبده زيت الزيتون وغادي ندير واحد المعلقه ديال المطاط وديما على عافيه مهيله وغادي ندير هنايا الزبده اللي عندي نقليها في هذه المكونات بسم الله هنا كنصوطيوها مزيان في هذه المكونات باش تلذت ديك البطاطا اللي عندنا كتلذت بهذوك المكونات اللي درنا ليها هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي هذوك كانوا اقتراحاتنا لليوم كان هذا الدجاج اللي كيكون مقرمش تيجي رائع جدا وسريع التحضير بالنسبه للعلب اخواتي ديما الماكله كتبرد مزيان هذا كنديروها في العلب انا عندي هنا هاد العلب هادو ايرميتيك يعني محكمه الاغلاق يمكن لكم ديروا اي علب عندكم متوفر عندكم هنا قدمت مع شويه ديال الزيتون حار هذه البطاطا ديالنا حتى هي من بعد ما شرملتها وشحرتها مزيان في هذيك الشرموله تنقدموها حتى هي كنخليها كتبرد وكنديرها في علب هذا الرز اخواتي هذاك الرز سبق لي حضرته معكم هو الرز يعني اما كتفوروه اولا كتسلقوه كما كان النوع يعني سواء ابيض اولا صفر اي نوع ديال الرز عندكم كتفوروه ولا كتسلقوه كديروا معاه واحد طريطقه ديال الزبده غير شويه راس معلقه ديال الزبده وكديروا فيه شويه ديال الزبيب وكديروا فيه انا الزبيب كنخليه هكا ما كنفوروش كنخليه هكاك صحيح وكديروا فيه جوج معالق ديال الكوك اولا جوج الهند وشويه ديال السكر ضروري من السكر حيت هذا كيجي حلو يمكن لكم اخواتي تزيدوا فيه التفاح قطع يمكن لكم تزيدوا فيه غرينه التفاح كنصح فيه لك تغديو الخارجات ما ديروا فيه لا اناناس لا لا لا, لا تفاح خليوه غير شويه ديال الزبيب والكوك راه تيجي لذيذ وشي هذا تيبغي الوليدات بزاف عندي كذلك هذه السلطه السلطه شنو فيها فيها خيار كيف ما كتلاحظوا عندي كذلك خص بالنسبه للخيار الخص ديما كنأكد اخواتي الماء اللي كيتغسلوا فيه نقعوهم على الاقل واحد ساعه المكانه في شويه ديال الماء فيه السكر علاش الماء اللي كيكون فيه السكر كيخلي هاد الخضر فريش يعني سيرتو الخيار والخص كيخليهم طريين وما تيكحلوا ما والو واخا تديهم للخارجات واخا هذا تيبقاو مزيانين عندي كما قلت الخص الخيار شويه ديال الطوماط سوغيز حتى هي اللي كنصح بها انا كنفضل طوماط سوغيز الخارجات على مطيشه عاديه وحتى مطيشه عاديه ما ديروهاش في لي ساندويش نهائيا اللي كديو لانها كتخسر ما كتصبرش نهائيا سواء كانت في الثلاجه اولا خارج الثلاجه ما كتصبرش ديروها الطوماط سوغيز راه كتصبر عندي كذلك المايس او الذره المعلبه وعندي هذا قلب النخيل طبيعه الحال هذو اختيارين بالنسبه للاخوات اللي سولوني على قلب النخيل فهو متوفر في لي غايون او يعني في المحل التجاريه في البلايص اللي كيبيعوا فيهم الفطر المعلب وتيبيعوا فيهم يعني البصل المخلل تيبيعوا فيهم المايس كذلك ولا الذره المعلبه حتى هو راه كيكون وهذيك شويه ديال المنون يعني هادو فقط اقتراحات يمكن لكم اخواتي تضيفوا ولا تنقصوا على حسب يعني اللي متوفر عند كل سيده بالنسبه للسلطه فانا كناخذ لاصوص كنديرها في قريعه وكنديها معايا علاش هاد لاصوص هادي شنو فيها فينيكريت عاديه فيها شويه ديال الخل زيت الزيتون والملحه والابزار هادشي اللي فيها يمكن لكم ديروا العصير ديال الحامض عوض الخل يعني تيبقى لكم نتوما الاختيار كديروا هكا في قرعه وكتبقاو يعني تديوا معكم حسن ما تبلوا السلطه في الدار هادو كانوا اقتراحاتنا لليوم كنتمنى يعجبكم بزاف ديال الاخوات يطلبوا مني هاد الاقتراحات فان شاء الله اذا لقيت واحد التفاعل وعجبكم بحال هكا هاد الاقتراحات نعاودوهم مره اخرى ان شاء الله اقتراحات لي هي جديده كنتمنى كيف ما قلت يعجبكم وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو معنا الفيديو في المواقع الاجتماعيه هذا زين من المغير خليكم بالراحه الى حلقه قبل وحول الله.